مرحبا. لا عسلام. بس الحمد لله. هل تونسي فعلا عنصري؟ تونسي فعلا عنصري عليها التوانسة، احنا يكسر محسوب استر ناس مر وكذا وعايشين بعضنا وعندنا خصوصياتنا ونضحكوا ونلعبوا، ومعروف القول عندنا في تونسي الاسمر عسل ولا لا، ماهوش عسل، ما عسل الاسمر ولا الابيض بصل، هي عادي ما عندناش عنصريه في تونس. اما المنظمات اللي يحكوا في الحكايات هذيا واحد فهمني الترهات الحكايات، احنا راه ماناش نحكوا على اللون وكذا، احنا نحكوا على ثقافه، نحكوا على امن دوله، نحكوا على عباد، على معتقدات، فهمني كل شعب وعنده معتقدات وعنده تقاليد، وعمك تلخبطهم لي هذوما الكل كوكتيل تحطهم لي لهنا في دوله فقيره كيفنا نحن، كي حتى نعيشوا شعوبنا، يا ما عندنا 10 سنين و 5 سنين شنو هو المشكل؟ احنا ايش عندنا مريدة منهم؟ عمك كي ولت الهمجيه، اسمعني اختي، كي ولت الهمجيه وكي ولت فهمتني ما غير اوراق ودري شنو وكذا، ولا تبجع، ولينا خايفين على رواحنا وخايفين على قطاطسنا، هي شنو هو المشكل؟ يا اخي ما وكلتونا البهيم المنظمات الحقوقيه منين؟ احنا كلينا نمو وكلتونا البهيم منهم هما، ولا بتزيدونا الحمله قطاطس؟ وصلنا المرحله اللي سي ولينا خايفين على رواحنا، دونك ستوب للنزيف هذا. وكاو اخي هو جاب لي كفاءه في بالك انت، باكي جاب لي ناس كفاءه، باكي جاب لي مستثمرين، يا بنتي جاب لي جمبلا سي سي، وش بيك يا بنتي؟ والله بالحق وتصدقيني عامين اخرين المتولي الشارع هذا شارع جمبلا سي سي الزعيم. تحكي على بالرسمي، تحكي على حكايات راهو بالرسمي وراء الخيال، وشكون اللي عملها الحكايه هذه؟ ما هو الاتحاد الاوروبي هذا باش هو يبقى ياكل في الخيرات بتاع افريقيا، ومع البغوله تاع الاستعمار اللي عندنا نحن، والمنظمات هذه الحقوقيه اللي تتبجح بالحكايات هذه، هي المنظمات الحقوقيه شباب ما تكلمتش على الشعوب التعبه، اخي ما هو في بالهم بينا شعب فهمني، احنا بيدنا مكسبنا 4 باقيات، 3 ياكلوا فيها الافريقيين وباقيات وين ناكلوا فيها كان احنا وحدنا، فهمت؟ جمبلا سي سي هذا ياكل في 4 باقيات، واحنا ما عندناش باقيات يا بنتي. لا اسمع، احنا قاعدين ننقضوا في الامور من كثر الغلب ولينا بطريقه هزليه، لكن شوف بنتي كي يوصل الامن بلادك وتوصل هويتك وكذا كذا هنا راهو سيء. يا بنتي انا فسر لي شنو معناها، انا اولاد تونس خارجين بالمئات الالاف وجايب لي عباد اخرى تحط فيهم لهنا، شنو اللي قاعد تعمل بالضبط؟ قاعد تغربل في البلاد، قاعد تجيب في ثقافات اخرى، عقليات اخرى، معناها شنو؟ ماهاش ملكك راهو، بلاه الدوله هذه راهي ملك تونس والتونسيين، وعندنا قياده حكيمه وعندنا كذا ونعرفوا نسينوا رواحنا، راهي ماهاش ملكك الدوله هذه، والاستعمار راهو مشى على روحه من زمان، اللي ماشي بالهم هما راهو مشى على روحه الاستعمار، فهمت؟ عندنا دوله نعرفوا كيفاش نقودوها وندخلوا اللي نحبوا ونخرجوا اللي نحبوا، زاد السياده ما هكا ولا؟ يا انا ما يجينيش انا زاد في لافيني فهمني كذا ووصله في قروصه وماشي هكا في شونجليزي يعملوا كيكه هما، تي ما نحكوا الواقع وشنو احنا؟ احنا زاد الدوله نحبوا الاحترام والانضباط، فهمتني؟ هات اخويا اوراقك وشنو كفاءتك وكذا، وشنو باش تضيف لي؟ سايح مرحبا بك يا عم، يجونا العالم كامل ما فهمني، يجونا من العالم كامل وكلهم يروحوا يقولوا تونس جميله والشعب التونسي مضياف، شنو معناها المره هذه؟ خاطر احنا ما نحبوش نطبعوا ندخلوا في الفلسفه هذه وفي ولينا توا قلنا لا لخيراتنا تمشي للغرب وخيرات تونس تقعد لتونس، ولينا توا نسمعوا في الحكايه هذه والمفاهيم هذه، فهمت؟ هذه الغرب هو اللي عاملها، انا عاملها الحكايه هذه والمنظمات هذه الحقوقيه تعاود ترجع روحها واللي قاعد تحكي فيه راه ما عادش ينطلي. يبقى انت شوفي امريكا كيفاش فهمني، السود ماهمش مستضعفين في امريكا وبالرغم اللي يعني مش كيما تاع القطاطس رابيرات على الاقل وكذا، اما احنا راهو تركيبه بالرسمي تقوموا نندبوا باش تفهمونا بالرسمي يا اخي، تو شنو تحبوا تغطوا بالضبط؟ خايفين باش نقوموا نندبوا؟ راهو مهل اللي قاعدين نشوفوا فيها العوام هذه، بالحق العوام هذه قاعد نخسروا لتونس بلادي ولات مهزله. هل يتهم التونسيين بممارسه العنصريه بسبب رفض التوانسه للافير؟ يا بنتي انا مانيش رافضك، كي حياتك وانت معايا يا اخي انا وين موجود، رافض الاسلوب هذاك والحكايه هذيك والضغط هذا اللي عامله لي. انا الدوله ما نقبلش ما نجمش ما عنديش ما عندناش يا بنتي، عندك باش تاكل انت ساعه؟ يا بنتي عندي 3 شهور متقطع انا على باكو حليب، وش بيكي؟ لا والمشكله فيها جنب لا عنده لا حليب، منين يجيب فيه هو؟ يعرف البلاد اكثر مني ولا؟ هي ما عندنا لا سكر لا عندنا شيء، الدوله يعلم بينا كان ربي، هي شنو تقولي لي الضغط هذا مانيش ناكله انا؟ كي ما هو حاسين يا باش يغور على الشعب ياكل من بتاع، ما عنده الحق حتى كان باش يغور باش نقول له وين؟ خاطره ما عندوش، هو انا زاد ما عنديش شنو باش نعمله؟ ثاني باب البنيه الجسديه بتاعه ما نجمهاش انا باش نقاتلو. فهمتي ريبوا لك فين؟ فهمتي هكاك تشوف فيها ساعات صدقيني وكسراول طايحه وحرق. يا بنتي رانا الدوله عندنا خصوصياتنا، الضغط الكل ما نجموش، انا واحد الناس نغسلهم مقاتلين، انا نحكي مش نعني من الدوله ومن السياسات، انا نغسل هذه مقاتلين غزات جاتني.
قاعدين يحضروا فيها من الساعه الصفر باش يهجروا كملوا ما مازال احنا كملوا يسكن هو هاني خدك شوالي الشارع هذا الشارع جنب لا سي 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 بتاع العائلات تاعهم سي سي انه فما مخطط للاستوطان توا فقتي من بعد 12 سنه فما مخطط ما عارفينه فما مخطط يجيبي حتى المسكين الامي تا يقول لك فما مخطط هي فما مخطط مال شنو مخطط لترحيل الجميلات والباهين بتاعنا نحن والكفاءات ويجيبوا الغرب لذيك فهمني هاكا فهمني هما بطبيعتهم خدامه وكذا يخدموا بستر الحق هي نحكوا الواقع راه يخدموا بستر الحق وشكون اللي جايبهم وفرحان بهم والمنظمات الحقوقيه راهم هما رؤوس الاموال خاطر يخدموا فيهم في المرمات بستر الحق فهمتني ما يخدمش ولد بلاده باش يستعبدوهم ويحبوا هكاك وهذوكم ناس راهي تكره بلادها يعرفوا كان المال الماني انا المضرور الطبقه العاديه البسيطه الفقيره المحتحته يا قلت ما عندي اربع شهور لو ضربوا حليب بالرسمي صيد ذرينا شنو هو شنو نستنى المنظمات الحقوقيه باش تعمل لي انا المنظمات الحقوقيه اللي نتوفى انا وليت ندافع على حق البقاء ولينا ندافع على حق بقاء يا خويا وليت ما عادش ندافع على لا ما عادش نلوج على حقوق وكل الخدمه والشهريات والعيشه الكريمه هذا نلوج على حق بقائي هي ولادنا احنا خارجين وهما جايين شنو معناه بعد ما نحكوا على حق اللاجئ في العوده هبتي ماشي الله قلت لكم ماشي ندخل النار ازرق لكن ما فيقوش على رواحنا يا خويا هذه بلادي انا نحكي على بلادي ما يهمنيش في حقوقي هو فهمني عنده اربع باسبورات ينجم يعيش في اي دوله انا بخلافها لتونس ما عندي وين نعيش فهمت لجانا كي ندخل سوسه ندخل في الغربه لا نحكوا الواقع دونك انا نحارب على بقائي قنبلاء بجاه ربي دارنا ردوا بالكم هاي بالحق وحمايه القطط وينك بالضبط حمايه الحيوانات كيفاكم تحكوا عنصريين هاو بالفرشه احنا شعب راهو عندنا خصوصياتنا وعندنا ضحكنا وعندنا تفدليكنا وشطر الشعوب بتاعنا راهي سود احنا زاده شنو هو باكشي هو ما فماش العنصري شبيه تو ولات عنصريين ما قلت يحبوا يلعبوا وقت الاوتار تاع شنو هو لا عنصر لا احنا ما الشعب عنصريين احنا الشعب يتكلم على حقه يا خويا استقبلناهم 15 سنه ولا قداش يزي فات بفاض بينا يا حتى المطر عندها قداش ما صبتش نمشي ناكلهم حتى ناكلوا احنا بالحق لا وما لحقتش العوام هذيا برشا امراض جات الحصبه والجمل والجرب وكذا ما هوش جايه منهم يا قلت حتى احنا ولا عندنا الادويه لا عندنا سبيطارات باش نبقى نضربوا احنا قبع مارنا هو بدنا يقاوم انا ما نقاومش احنا على غالب كلمة الختام أكثر من هذا كله تحبي كلمة ختام ما عادش فيها كلمة ختام سيء ولله ودول حق بقانا انقذونا ولا بالحق قلت سيء أنا واحد من الناس قلت سيء أو برجولي لا دخلت على مرمم لا دخلت على حلقوم باش نسرحوا كل شيء يخبوا بيهم هي شنو مشد أنا معلم أستاذ ما عادش